خير الخوت، اول حاجه غنبداو بها شوف عندي هنا الميزان 81 غرام ديال الشوفان، هذا سكوب ديال البروتين كنديرو كنعمر به الشوفان، كيصلح حسن من معلقه داكشي. الشوفان الخوت شنو كندير معاه انا طبيعه الحال القرفه نخليوها حتى الاخر، كندير معاه شويه ديال الشيه، شيه بحال زريعه الكتان يعني غنيه بالبروتينات والدهون الصحيه والاوميغا 3. وعندي هنا السانوج او الحبه السوداء غير شويه هايده، حتى هي فيها الاوميغا 3، فيها الدهون الصحيه وفيها البروتين وفيها منافع صحيه بزاف، مزيانه للقلب، مزيانه اي حاجه يعني صحيه كنديرها هنا. نزيدو عليها شويه ديال القرقع ولا اللوز ولا اي حاجه كيكون عندكم، نزيد هنا. المهم الخوت غنزيدو عليه شويه ديال الماء، كنديرش الحليب اخر، انا الحليب عادي ما كنديروش، نزيدو شويه ديال الحليب ديال الكاجو، هذا ما كنبقاش بزاف عليها، كنعاون بالماء لان هنا لا تقضى لك مشيت حتى لفرنسا باش نجيب كاش هنا في بلجيكا. غنديرو في ميكروووند الخوت واحد جوج دقايق، الخوت بعد الشوفان ما عدل الشوفان غنعدل الشامبينيو مع البيض، يعني نفطر بالشامبينيو مع البيض، ولكن شوف الخوت تبارك الله هذا الشامبينيو، شوف تبارك الله. المهم نقطعو الخوت، المهم الخوت الفطور ديالنا وجد، الشوفان ديالنا زدت عليه شويه بنان شويه بريبيري يعني التوت ديك التوت البري شويه عسل والقرفه. عندنا هنا التورتيه ديالنا ولا اومليت ديالنا، اومليت بشامبينيو، قهوه كحله بلا سكر، دائما بلا سكر، وعندنا هنا واحد نص ديال بومبليموس. هذا هو الفطور ديالي قبل ما يمشي للتريني ان شاء الله مع خويا زكريا. إلا ظنيتي أن لاصال هو التمرين راك غلط، لاصال أسلوب حياة، مكتجيش شي حاجة بالصدفة ولا بالحظ، كلشي محسوب ومنظم. القصة كلها في الصبر والاستمرار. تكونوا مزيان وبخير اخويا زكريا. اوكي ضحك كومبيتي كعكع. المهم الخوت اليوم غنمشيو نديرو لي زيبول، ولكن تمارين جديده، خليونا من داك التمارين القديمه. دابا راه كلشي تطور، التليفون تطور، التلفزيون تقدم، السيارات جداد، كلشي جداد، حنا غنبقاو في واحد لونطريمون؟ لا، حتى حنايا غنتقدمو، لونطريمون دابا راه تقدم. دابا كاين لونطري المخرج جديد كتقيس العضله 100% وكتحس يعني كدير ستريس على العضله بزاف، يعني غتشوفوا اليوم ان شاء الله غتشوفوا شي تمارين جديده غتعجبكم بزاف، وخصكم تجربوها وغتعجبكم وغتحسوا وغتستافدوا وغتكبروا العضله ان شاء الله. ياك اخي زكريا ان شاء الله. خويا سامر حالك عليكم سامر. مع خويا زكريا كاين تمارين ان شاء الله، وكاين موتيفاسيون الحماس، ما تنساوش تشجعونا، فوقاش كتشجعونا كديروا بارطاجيو كديروا لايك وكديروا ابوني، حنا كنتشجعوا كنزيدوا نديروا لكم لي فلوغ.
ما كتمشيش الدعوه خاويه ديك الساعه ما كيش اه الدعوه ناقص بخلص لان يعني انا ما شجعتوناش حتى حنايا كنفشلوا كتفشلونا يعني ما كي كيقول انا نمشي نهز الكاميرا وداك الشيء والدراري كاع ما كيشجعوا داك الشيء خصوصا الدراري اللي كليانتي ديالي يعني اللي كنعطيهم بروغرامات وداك الشيء ما تنساوش تبارطاجيو فيديوهات باش يستافدوا حتى الناس اخرين ان شاء هذا الله ما كان عندنا حاجه كنعملوها زوينه كنبغي نبارطاجيوها معكم تستافدوا وتتعلموا والله العظيم اي حاجه ما كنخبيو عليكم حتى حاجه يعني اي لونطريمون زوين خرج جديد كنقسموه معكم صافي هذا ما كان باش تجيب معلومه بحال هذه خصك شحال تبقى تفتش شحال تبقى هذه باش تطلع هذه المعلومه وتجي تقولها نيشان ماشي سهله فهمت والله الا ماشي سهله ماشي ولا دي خايكي هذاك الوقت ديالو باش يجبد هذا الشيء اخي والله العظيم نوصلكم وتسمى معكم غير تتفرجوا وتقولوا لنا وتستافدوا ونتلاقوا في لاصال الخوت السلام عليكم يلا تلاقوا من بعد المهم الخوت كما تشوفوا هنايا بدينا تسخينات بلا بارفيكس سخنوا شويه بلا بارفيكس لان لا بارفيكس مهمه بزاف لا بارفيكس كتخليك تسخن مزيان يعني كتقيس الكتاف وتقيس بزاف ديال العضلات باش ما يوقع لك شي تمزق عضلي فوقاش تبدي تخدم الكتاف وخصوصا الكتاف الكتاف ضروري خوت لينا بلا بارفيكس دابا كنضربو بوان فيبل ديال الكتاف ديالنا يعني عندنا نقص بجوج بينا عندنا نقص في الكتاف اللور بدينا بالكتاف اللور كما كتشوفوا هنا يا اخي زكريا بدينا بهذا اللي كجيرسيس هذا مزيان بزاف كيخش الكتاف اللور والوسط ديال الظهر يعني كيخش شويه ديك الوسط ديال الظهر الا عندكم النقص عاود حتى في ديك الوسط ديال الظهر هذا الخوت احسن تمرين اللي غتقيس به الترابيز والكتاف اللور خصك تخدمو نيشان وتركز ودائما تكون يكون التركيز العضله مع العقل يعني ماشي بنادم كيخدم العضله وعقله ولا في شي بلاصه اخرى ولا الدراري خليو العقل ديالكم في لاصال مع العضله باش توصل النتيجه لان بزاف ديال الدراري كيتشكاو يقول لك راه ما كنتريني يوميا وما كنوصلش لشي نتيجه هذا هو المشكل بنادم ما كيركزش عقله مع العضله ما بقاتش غير في لونطريمون والماكله والناس حتى التركيز في العضله العقل يعني التركيز في لاصال العقل مع العضله ضروري وابليجي المهم خويا زكريا هو كيضرب السيري ديالو حتى هو بدا الخدمه هذه كما كتشوفوا بدينا بالكتف اللور لان كما قلت لكم عندنا جوج بينا المشكل في الكتف اللور يعني خصك تركز عليه وتخليه على دائما على ستريس باش تكبر العضله دائما بدا بها هي الاولى التمرين الثالث الخوت درنا سوبر سيت كما غتشوفوا هنايا الاكتاف الاماميه بهذه الطريقه هذه غتشوفوا واحد التمرين اللي عاجب لكم بزاف حاولوا يعني تطلعوا حتى لعينيكم برا حتى العين كما كتشوفوا هنايا الخوت شوف كيطلع لتحت ومن بعد يطلع على ثلاثه المرات طلع يديك شويه ومن بعد كتطلع الوسط ومن بعد كتطلع الفوق حتى العينين ديالك على ثلاثه المرات وكتحسب كديرها خمسه المرات المهم غتحس بالكتاف ديالك بان انا بعدا ما قدرتش نهز الكاميرا باش نخدم باش نصور الصراحه هو خي زكريا شوف كيفاش كيدير هاد التمرين هذا بالله يعجب ليكم بزاف وغتحسوا بالبومب بزاف هاد التمارين هذا كما كنقول لكم الدراري دائما الموتيفاسيون ودائما الحماس ودائما التركيز في لاصال ما تخليش العقل ديالك يخرج على برا هذا جا الدور ديالي هنايا كما كتشوفوا دائما الخدمه بشويه وتنفس خلي النفس يخرج ويدخل ما تحبسش النفس ديالك لان فوقاش كتحبس النفس ديالك ما كتخليش الدوره الدمويه تدور فهمتي يعني الدوره الدمويه فوقاش كتدور يعني كتدور مع الدم والدم كيدي الغذاء كيوصلو للعضله يعني كيوصل بزاف ديال الغذاء للعضله خد هاد التمرين قاصح بزاف والله العظيم
جربوه وردوا لي قولوا لي في الكومنتات شنو كاين. جربوا تطلع غادي تشوفوا هنا شويه ومن بعد تطلع الوسط ومن بعد تطلع الفوق وكتحسب 5 المرات غير واحد ليك 1 2 3 الفوق زيد الدراري. نتمنى لكم باش تجربوا هاد ليكزيرسيس هذا يعني كيحتاج غير لي زانتير مكيحتاجش شي حاجة اخرى و لي زانتير موجودين في اي بلاصة في اي لاصال و في اي بلاد. و تلاحظوا البومب الخوت البومب هاد الخدمة عادي عاود سوبيسات غنخدمو باليدين عادي يعني الكتف الاماميه وكتقيس حتى شويه الكتف اللور يعني الكتف اللور الجانبي كي حنا كاين واحد البلاصه يعني اللور ولكن الجانبي ماشي اللور هذيك اللي كتقد اللي حدا الظهر مي اللور الجانبي هنايا كنقلبوا يدينا وكنجمعوا وكنعاودوا نفس الخدمه هذه كتقيس الكتف الامامي والكتف اللور الجانبي وكتقيس حتى الكتف اللور اللي حدا الظهر والترابيز اللور. هذه خصكم تجربوها حتى هي الخوت يعني خدمه مزيانه ولكن خص غير التركيز والخدمه نيشان دايما خرجوا صدركم ما تخوسوش دايما الصدر يكون خارج باش تخدم خدمه نيشان. اللي عنده شي استفسار ولا على هاد ليكزيرسيس هاد الدراري لي الكومونتير انا نشرحلو شنو كاين الا مكانش الشرح مزيان كتشوفو هنايا نقلب بيدي هنا دايما تحاول تطلع غير العينين ديالك يعني فين كي عندك الشوف مطلعش بزاف. هنايا الخوت الاكتاف الجانبية هاد الخدمة معروفة ولكن بزاف ديال الناس ما كيخدموهاش نيشان هاد الطريقة باش كيخدموها زكريا 100% اللي كتشوفو هنا. هاد الخدمة هادي هي اللي كدير لك ديك التقطيعة ديال الكتاف بين الكتاف والبيسبس هاد التمارين هما التمارين ديال لاباز والتمارين الأساسية يعني كتقيس جميع الجهات ديال الكتاف ماشي كتجي غير لاصال ضيع وقتك وتمشي ضروري خصك تحس بان الكتاف خدمو مزيان والبومب طالع. واخر سيدي الدراري غنديرو بهاد الطريقة هادي يعني بليزانتير سوبرسيت تا هادي غنديرو سوبرسيت كتشوفو هنايا هو بدا بليزانتير انا غنبدا بالبارة ونفس الشيء مكاينش شي اختلاف يعني هو سوبيسات سوبيسات كتقيس نفس العضل. الخوت هو خيزك ديال البارة وهاد الخدمة ديال البارة الخوت هو غيخدم اللور انا غنخدم القدام حيت عندي واحد المشكل في الكتاف اللور وما كنشجعش انا التمارين اللور هو ما عندوش مشكل يعني عنده دوك الليونه في الكتاف ديالو ماشي بحالي وبزاف ديال الناس راه عندهم مشكل بحالي عندهم ديك الليونه هيدا باش يهبط الكتاف اللور ولكن غتخدمها بالقدام بهاد الطريقه هادي يعني ما تطلعش هبط مزيان وما تطلعش برا الفوق كتقيس نفس العضله طلعش لبرا بزاف وهبط الكتاف هبط لبرا مزيان لتحت ولكن ما تطلعش بزاف باش كتخلي ستريس على العضلة يعني ديك الثقل كيبقى على العضلة متعطيلهاش الراحة باش كتبومبا وكتزيد كبر. يعني الخوت ليزانتير نفس الشيء ما كنطلعوش بزاف كتهبط مزيان وما كتطلعش بزاف. جربوها الخوت هاد التمارين جربوهم غتعجبوكم خليناهم ديال التمارين القدامين وداكشي. نتمنى تعجب ليكم هاد الحصة.